الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. صدق الله العلي العظيم. قبل ما يقارب من سنة أو لعله أكثر، تحدثت في أكثر من خطبة عن أهمية بيان الحقائق، وذكرنا نقطتين في تلك الخطب. النقطة الأولى بيان الحقائق من البعد الشرعي، بيان الحقائق إجمالا خصوصا فيما يرتبط بالعقائد، أمر أوجبه الله سبحانه وتعالى وحث عليه حثا شديدا في القرآن الكريم، وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أكدوا عليه أكبر تأكيد في النصوص الشريفة من الأحاديث الشريفة. وأن كتمان وإخفاء تلك الحقائق المرتبطة بالعقائد يعد جريمة كبيرة يستحق الشخص بها لعنة الله عز وجل. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، والعياذ بالله تعالى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن بيان الحقائق الهامة
ليس أمرا شرعيا فقط، وإنما هو شيء يقره جميع عقلاء العالم، بل ويفعله جميع عقلاء العالم، كل البشر كل العقلاء يبينون للآخرين الحقائق التي يجدونها، الحقائق الهامة، بل يعتبرون ذلك خدمة للبشرية، يعتبرون ذلك مظهرا لحبهم للناس. الذي يحب الناس يبين لهم الحقائق التي يعرفها، لا يخفي عليهم الحقائق تلك. هذه طريقة عقلائية، طريقة جميع العقلاء. هاتان النقطتان بيناهما ببعض التفاصيل سابقا، بقيت نقطة ثالثة، وهي أنه ما هي فائدة بيان الحقائق، وبصورة خاصة حديثنا عن الحقائق التي البعض عنده حساسية تجاهها، الحقائق التي البعض يثار بسبب بيانها. وكلامنا عن الحقائق الدينية بصورة خاصة المرتبطة بالعقيدة. هناك حقائق محل إثارة، البعض لا يقبل بيان تلك الحقائق. كمثال، بعض ما يرتبط بتوحيد الله سبحانه وتعالى محل إثارة، البعض لا يقبل. بعض ما يرتبط بمقامات رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام محل إثارة، البعض لا يقبل، يعتبر ذلك غلوا والعياذ بالله تعالى. بعض ما يرتبط بأعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء أهل البيت، البعض لا يقبل. لماذا نبين تلك الحقائق؟ ما هي الفائدة؟ البعض يقول لا توجد فائدة مهمة، أما الآخرون فلا يقبلون. أنت تتحدث عن أشياء هي خلاف تصوراتهم، خلاف تربيتهم، خلاف ما تعلموه منذ صغرهم، الآخرون لا يقبلون. وبالآخرون ما قبلوا، أنا أنفع جماعتي، أنفع المؤمنين، المؤمن أيضا يعرف، لا يحتاج أن تبين له هذه الأمور، هذه المعارف يعرفها المؤمنون إجمالا. فلا الآخرون استفادوا ولا المؤمنون استفادوا، ما هي الفائدة؟ هذا السؤال من أساسه غلط، السؤال غلط، ناهيك عن الجواب، الجواب موضوع ثاني. العبد ليس من شأنه السؤال عن الفائدة، العبد شأنه الامتثال. أصلا اترك العبد، في هذا البلد في بلاد عديدة توجد خدم في البيوت، إذا أمرت خادما بأمر وقال لك ما هي الفائدة من وراء هذا الأمر، لا تقبل، لعلك تغضب، ليس من شأنك الفائدة، أنت امتثل للأوامر، مع أن الخادم ليس عبدا، الخادم أجير، هناك عقد إجارة بيني وبينه، في إطار معين يلزم عليه أن يؤدي واجبات معينة حسب الاتفاق. فكيف بالعبد؟ إذا سأل العبد من مولاه، المولى أمره بشيء، العبد سأل ما هي الفائدة من هذه القضية، ليس من شأنك. فكيف بنا مع الله سبحانه وتعالى؟ العبد العادي للمولى العادي، هو بشر ذاك بشر، هذا بشر عادي ذاك بشر عادي، فكيف
بالأمر بيننا نحن العبيد وبين الخالق عز وجل، بين مولى الموالي. يأمرنا بشيء نقول ما هي الفائدة؟ لا يخصك، لا يرتبط بك، أنت عبد امتثل للأوامر. الله سبحانه وتعالى أمر ببيان الحقائق، نعم، وما أكثر الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة ذكرناها، لا أريد أن أعيدها، التي تأمر أمرا شديدا وتنهى عن ترك هذا المأمور به نهيا شديدا، عذاب أليم، وعد لمن يترك هذا المأمور به، هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وأمر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام به، من بيان الحقائق المرتبطة بالعقائد. أمر، خلص، أنا عبد أمتثل لأوامر الله، خلص، ليس أكثر من ذلك، ليس من حقي أن أتساءل أصلا. نعم، أحيانا أنا العبد أأتمر بأمر الله عز وجل، بأمر مولاي، ولكن أريد أن أتعلم فأسأل عن الفائدة، هذا شيء حسن، تعلم شيء حسن. يعني الله عز وجل أمرني بصيام شهر رمضان، أنا أصوم شهر رمضان، خلاص، لأن الله أمرني، ولكن لكي أتعلم أبحث ما هي الفوائد من صيام شهر رمضان، هذا شيء حسن، التعلم شيء محبوب. بهذا المعنى نتساءل ما هي الفائدة؟ نعم، نريد أن نتعلم، لا أن امتثالنا يتوقف على معرفتنا، لا، نحن نمتثل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فهو فيه منافع، نعلم تلك المنافع أو نجهل تلك المنافع لا فرق، نأتمر، ولكن مع ذلك نبحث لكي نتعلم ما هي الفائدة من بيان الحقائق المرتبطة بالعقائد، الحقائق التي هي محل اختلاف، الحقائق التي قد يثار البعض من بيانها، ما هي الفائدة؟ الجواب على ذلك، الفائدة في بعدين، الفائدة فيما يرتبط بهم بالمخالف، الفائدة فيما يرتبط بالمؤلف بالمؤمن. أما البعد الأول، الفائدة المرتبطة بهم، البعض يقول هؤلاء هذه طريقتهم، لا يهتدون، كل ما تقول له لا يقبل، عناد. إذن أين هؤلاء الملايين الذين اهتدوا على مر الخط؟ كيف اهتدوا؟ لا يستفيدون؟ نعم يستفيدون. كم من النصارى اهتدوا؟ كم من الأديان الأخرى اهتدوا؟ كم من المذاهب الأخرى اهتدوا؟ ملايين، عشرات الملايين، أكثر. كلامي لا ينفع؟ نعم ينفع. بعض الناس، لعله الكثير من الناس عندهم عناد، ولكن أكثر الناس ما عندهم عناد، الكثير عنده عناد ولكن الأكثر عندهم عناد، الأكثر، أكثر الناس عندهم شيء من الإنصاف في نفوسهم، شيء من الإنصاف، هذا الشيء من الإنصاف قد يقودهم إلى الحق، ولكن بدون أن تريه الحق كيف يهتدي إلى الحق؟ بدون أن تريه الطريق يتمكن أن يمشي في الطريق؟ لا، أن تقول للناس انظر الناس يهتدون أم لا. السيد عبد الحسين شرف الدين رضوان الله تعالى عليه، كم من الناس اهتدى ببركة كتاب واحد من كتبه؟ لا يؤثر، كيف لا يؤثر؟ ملايين، ملايين اهتدوا بسبب كتاب المراجعات، ملايين بسبب كتاب واحد. ما الذي كتبه السيد عبد الحسين شرف الدين؟ كتب أمورا متفق عليها؟ لا، أمور مختلف فيها، أمور حساسة. تعلمون السيد عبد الحسين شرف الدين تعرض في أكثر من موقف للإغتيال، مرة من المرات أحرقوا داره وهو في الدار،
وبطريقه ببركات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تمكن أن يتخلص من تلك الفاجعة، وهاجر، خرج أصلا، خرج من لبنان، ذهب إلى مصر، بقي فترة طويلة هناك، تعرض للاغتيالات مرات عديدة، لأنه كان يبين أمورا البعض لا يقبل بيان تلك الأمور. ولكن هدى الناس أم لا؟ لو كان يقول كلامي لا يؤثر، هؤلاء الملايين ما كانوا يهتدون. قال، تكلم، أرسل رسائل، كتب كتب، أثر. وغيره أيضا من الأديان الأخرى، من المذاهب المنحرفة. هذا أولا، البعض يهتدي. ثانيا، البعض لا يهتدي ولكن يتحدد. الذي يمشي في الضلال يوما بعد يوم يبتعد من الله يبتعد عن الله سبحانه وتعالى أكثر. أنت إذا بينت هذه الحقائق يقف عند حد، لا يبتعد أكثر، حتى لو لم يرجع فإنه يقف عند حد. هذا أيضا فائدة، حتى لو لم يهتدي يبقى في حد، هذه فائدة، لا يبتعد أكثر. تعلمون، هناك تهويل، هناك تضخيم في تقديس المجرمين في مذاهب منحرفة، في أديان أخرى منحرفة. هذا التضخيم يتوقف عندما تتحدث، عندما تتكلم، يقف هذا الابتعاد عن الحق، الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. هذه فائدة. ثالثا، لنفرض أصلا هذه الكلمات، هذه المقالات، هذا القول الذي يقوله الإنسان، هذا الذي يكتبه الإنسان، لنفرض أنه لا يؤثر أي أثر، لا يهدي الناس، لنفرض، ولا يحدد الناس، هذا إتمام للحجة. إتمام الحجة، إتمام الحجة إحدى أهم أهداف بعثة جميع الرسل. إتمام الحجة مهم لئلا يكون للناس على الله حجة. بعثة الرسل إحدى أهم أهدافها إتمام الحجة على الناس، ليأتي يوم القيامة ليست له حجة على الله. النبي صلى الله عليه وآله ما كان يعلم أن فلانا وفلانا سوف لا يهتدان، لا يهتديان، كان يعلم، كان يعلم أنهما يبتعدان عن الحق يوما بعد يوم. إذن لماذا كان ينصحهم؟ لماذا كان يوجههم؟ إتماما للحجة عليهم. يوم القيامة يأتي لا حجة له على الله. هذا هدف جدا مهم. أنت بهذا العمل، بهذا البيان للحقائق، تؤدي إحدى أهم واجبات الرسل، تتم الحجة على الناس. اهتدى اهتدى، ما اهتدى لا يهتدي. هذا فيما يرتبط بالبعد الأول، ما يرتبط بهم. البعد الثاني، ما يرتبط بنا. نحن نعلم هذه الحقائق، حتى لو كنا نعلم، هناك فوائد مهمة في بيان الحقائق، فوائد مهمة للمؤمنين. أولا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. التذكير لمن؟ للجاهل. الجاهل تعليم له. التذكير للعالم. الجاهل الذي لا يعرف شيئا يقال أنت ذكرته؟ لا، أنت علمته. أما الشخص الذي يعلم إذا قلت له شيئا هذا يسمى تذكيرا. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. الذكرى تنفع. بدون التذكير البديهيات أحيانا تتغير، البديهيات، الأمور الواضحة تتغير بدون التذكير. الحكومات
هذا الإعلام القوي في قضايا عديدة. اليوم يوم العيد الوطني للبلد الفلاني، لماذا يذكرون كل سنة؟ مرة واحدة قالوا خلاص، لا في كل سنة يبينون ويؤكدون. فقط أعياد الأعياد الوطنية، لا قضاياهم بصورة عامة، قضاياهم جزء مهم من الإعلام الحكومي في لكل الحكومات، بيان الأمور التي بينها الإعلام مرارا وتكرارا يؤكد عليها، تذكير الناس بهذه الأشياء مهم من نظرة الحكومات. التذكير بالقضايا الدينية ليس مهما، حتى في القضايا العادية عندنا تذكير. نحن هناك مجلس يقام ليلة الجمعة في المكان الفلاني، مجلس حسيني. في ليلة السبت يوجد مجلس حسيني مثلا، في المساجد يعلنون، في الحسينيات يعلنون، في المراكز الدينية يعلنون. مرة قلتم خلاص بس، لا في كل مرة، في كل ليلة جمعة يذكرون الناس. هذا شيء حسن، التذكير نافع. أنت مرة أعلن للناس، أيها الناس يوجد مجلس حسيني ليلة السبت ليلة الجمعة مثلا في المكان الفلاني، وخلاص بس. أقل يحضر عدد من الناس، العدد الذي يحضر أقل يكون، الاستفادة أقل تكون. ذكر الناس في كل ليلة جمعة، قل لهم يوجد مجلس حسيني في المكان الفلاني، في كل ليلة سبت قل يوجد المجلس الفلاني في المكان الفلاني. حتى في هذه القضايا نذكر، والتذكير صحيح، تذكير نافع. فكيف القضايا الدينية؟ مرة سمعنا أن فلانا إنسان منحرف من أئمة الكفر بس، لا في كل مرة أسمع، في كل يوم مرات عديدة نقول أشهد أن لا إله إلا الله. علمنا أن لا إله إلا الله، لماذا نكرر؟ ويجب علينا أن نكرر في كل صلاة على الأقل مرة. إذا شخص لا يريد أن يؤذن، لا يريد أن يقيم، على الأقل في التشهد علمنا أن لا إله إلا الله. لا أكد، قل حتى يتركز في ذهنك أكثر. القضايا الدينية بحاجة إلى تركيز. أنت تعلم، نعم أنت تعلم، ولكن تحتاج إلى من يذكرك. أنت تذكر نفسك، غيرك يذكرك. هذه الفائدة الأولى، فائدة التذكير. الفائدة الثانية، تقوية المناعة. أنا جسمي قوي خلاص، عندي مناعة من بعض الأمراض، أكتفي؟ لا، باستمرار أكل أطعمة معينة، أعمل أعمال معينة لتزداد مناعة جسمي تجاه الأمراض. لماذا؟ لأني لا أعلم ماذا قد خبأه المستقبل لي، لا أعلم في المستقبل ماذا يحصل. كلما أتمكن أقوي جسمي، أزيد درجة مناعة الجسم. الجسم بحاجة إلى زيادة درجة المناعة، الروح ليست بحاجة، النفس ليست بحاجة، الفكر ليس بحاجة، بحاجة إلى زيادة درجة المناعة. درجة المناعة تزداد بهذه الأمور، ببيان هذه الحقائق. نحن نعلم أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام مقامهم عظيم، خلاص بس، لا اسمع اقرأ، هذا يزيدك مناعة. نحن نعلم أن فلانا وفلانا من المجرمين، بس خلاص لماذا نذكر؟ سوف لا نحبهم إلى أبد الآبدين. لا يكفي، أنت لا تعلم الإعلام الباطل كيف يعمل. البعض ظل عن الطريق، نعم ظل، عندنا نماذج، نعم أنا أعرف، أنتم تعرفون، على الأقل الإنسان يعرف نموذج نموذجين ممن كان في أجواء المؤمنين ظل. لا ترى لنفسك قوة، تحتاج إلى مناعة، هذه الأمور تزيد المناعة. ثالثا المعرفة. يا أخي أنت عندك معرفة ومعرفتك عالية، يعني لا توجد درجة أعلى من معرفتك؟ توجد، تعلم أكثر. هذه القضايا يلزم أن تذكر أم لا؟ قبل أسابيع في هذا المكان المبارك ذكرت بعض النماذج عن جهل فلان، وأنا متأكد أن النسبة معتنى بها من الحضور ما كانوا يعرفون تلك القضايا من جهل فلان.
نعلم أنه جاهل، ولكن ما كنا نعلم أن جهله إلى هذا الحد، لا يعرف أبده بديهيات الدين. نتعلم، نزداد معرفة، أنا أزداد معرفة منك، أنت تزداد معرفة مني، أنا أقول لك، أنت أقول لي. في الإعلام العام، في الإعلام الخاص يلزم أن نبين، نزداد معرفة. رابعا وأخيرا وليس آخرا، لا بس أنت تعلم، من للجيل الجديد؟ إذا أنا ما تكلمت، أنت ما تكلمت، أنت قل لا هذه قضايا مثيرة، لا تقول هذه القضايا، من يعلم شبابنا؟ أنت 50 سنة سمعت، 60 سنة سمعت، 70 سنة سمعت، تعلمت. هذا الشاب في العشرينات من عمره، هذا الشاب قبل العشرينات في العقد الثاني من عمره، من له؟ يلزم أن يتعلم أم لا؟ يلزم. بيان الحقائق خصوصا وحديثنا عن الحقائق الدينية، بالأخص الحقائق الدينية المرتبطة بالعقيدة، وحديثي عن الحقائق التي يثار البعض منها. إخواني، الحقائق العادية التي لا يثار أحد منها تنفع، ولكن نفعها حد معين. أن تبين للناس، للمسلمين، أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان إنسانا صالحا، ولا أحد يثار، كما أنه لا أحد يثار، لا أحد يهتدي بهذه الكلمة. يوجد أحد يهتدي بهذه الكلمة؟ بين للناس، أيها الناس، الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان إنسانا صالحا مؤمنا، صلوات الله وسلامه عليه. أحد يثار؟ لا. وأحد لا يهتدي بهذه الكلمات. الذي يهدي الناس بيان الحقائق الحادة، أن تبين مقامات أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام التي بعض الناس يتصورها، يزعم أنها غلو، أنها غلو في أمير المؤمنين، هكذا يزعم البعض. هذه الحقائق مهمة، الحقائق المرتبطة بأعداء أمير المؤمنين التي البعض ينثار منها، هذه الحقائق هي التي تهدي الناس. أن تبين أمورا عادية لا يهتدي أحد، يبقى على حاله، لأن هذه الأمور أمور متفق عليها، الكل يعرفها. بين للنصارى أنه يوجد هناك إله، خلص، أحد من النصارى يهتدي إلى الإسلام؟ لا. أما بين للنصارى أن كتابهم الذي يعتبرونه كتابا مقدسا مليء بالانحرافات، هذا الذي يهدي النصارى، هذا الشيء الذي لا يقبلونه طبعا، يثارون حتى لو يثار. تريد أن تهدي نصرانيا، بين له هذه القضية. بيان الحقائق أولا أمر الله سبحانه وتعالى به ويكفينا ذلك. نريد أن نعرف فوائد، فوائد جمة للآخرين، فوائد جمة لنا. هناك أحاديث عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كلامهم نور، بينت هذه الأحاديث الشريفة بعض الفوائد الهامة مما ذكرنا، وفوائد أخرى لبيان الحقائق الحادة جدا، الحقائق التي يرفضها الآخرون أشد رفض. هناك فوائد في رواية أهل البيت، لعلي أوفق في وقت آخر أذكر لكم بعض تلك الأحاديث الشريفة. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركات هذه الأيام النورانية المباركة أن يزيد في قلوبنا حب محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأن يزيد في قلوبنا حب أوليائهم، وأن يزيد في قلوبنا بغض أعدائهم، وأن يزيدنا معرفة بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام. اللهم هذا اليوم يوم الجمعة، وهو اليوم المتوقع فيه ظهور وليك. إلهي بحقه
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج مهدي آل محمد.